الله الله رب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. السلام عليكم. الله يحييك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يا خميس على حسب الوعد. يلا حبيبي أبو أحمد. خلينا نقدم البصمة في خلينا بصمح نسجل حضور حبتك شو رايك حبيبي؟ ماشي عن صحتك؟ الله يخليك بارك الله فيك شو أخباركم؟ ها في خبز الباب ولا بس خبز الباب ما فيه؟ خبز الباب خلص أف يبقى يوم ما فيه ما قلت تحن الخميس تعال تعال قلت تحن اليوم سفرة واحدة عمر الخميس اليوم أقول عندي بالبيت موجود خبز الباب ايه عندي بس ما يمشي انا مأمل اليوم السفره من كت في كتات ايه هذا ما شاء الله ادريس عايز اصور ادريس اخوك ابوي هاي كاميرا عجيبه ايه بعد ها ولا عجب منها ايه القهوي القهوي في صليبيخ في صريطي اي دايما في هذا بسعود بعد سعودي ما يصوت لا بصوت ما يقبلون ما يقبلونك يا سعودي ما يقبلون ما يقبلون وش بتصوت سوى تصوت يا عمك اسمع طربيتك اقول لك كلها يقول لك العصر كبيره معاي انه هو ساق من الحوري
يعني مو بالحوره ولا بالحوره؟ بالحوره ايه ساكن برا. زين خلي هون ساكن يوم شوفوا العداد ماله يقولنا الكهرباء 100 ما تنفل وليش لو تنفل تقول ساكن اسكتوا سكت لا هبكوا رجعوهم من رجعوه رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. والجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة وهي مقعد الإزار والسراويل. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصفحة وقال إنكم لا تدرون في أي البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. والله أعلم وأفهم. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا التفقه في الدين والعمل ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم غنى بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم شافنا وشاف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم. يا شهاز تعال خير اليوم خير لا عارف الاثنين وخميس حنصوم خلا قدم الولاء شوي خلا قدم الولاء حبتك العافية وطولة العمر. عمر شلونك حبيبي؟ هلا معك. شو اخبارك؟ حكاب على الروتي. بس اقعد خليك بالروتي حيل. الليلة معزوم عزيمة ثقيلة الليلة. ايه. بطاقتك بعقلك على خفيف. وين معزوم؟ معزوم في مطعم راندي زبو. اوه اسمه؟ راندي زبو. راندي زبو؟ ايه راندي زبو. دله. طيب وفيك لابو فيدي. السلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم. فين اليوم؟ لازم وقتك. يا ادعي الجميع ان شاء الله. شلونكم؟ دور اليوم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.